عايزين نعم نتكلم تفضل. عن تعديل الثانوية العامة الأخير، يعني هل حضرتك شايف إن ده في مصلحة الطالب والأسرة ولا رأي حضرتك إيه؟ طيب، هو في البداية احنا عارفين الثانوية العامة بتمثل إشكالية في كل الأسر المصرية، كل سنة في معاناة وفي قلق وفي توتر، وأنا شايف إن الثانوية العامة مشكلتها ما بتبدأش مع سنة تالتة ثانوي، ودايما بقول إن مشكلة الثانوية العامة بتبدأ مع سنة أولى ثانوي. طيب، سنة أولى ثانوي إيه اللي بيحصل يا فندم؟ الطالب بيطلع من مرحلة إعدادية عنده 5 6 مواد، يفاجأ في أولى ثانوي ب10 مواد. الدراسات الاجتماعية اللي كان بياخدها في كتاب واحد بقت تاريخ وجغرافيا، العلوم اللي كان بياخدها في كتاب واحد بقت كيمياء وفيزياء وأحياء، فدي عملت بتعمل نوع من الصدمة للطالب، خاصة إن هو بيمر بمرحلة انتقالية من الإعدادية إلى الثانوية، فده عمل له صدمة. طيب، هنا الإشكالية بتاعت الثانوية العامة زي ما إحنا بنقول كده، في مشكلة في دروس خصوصية منتشرة بشكل وبائي، في كتب خارجية أسعارها بقت تفوق أي أسرة مصرية، في معاناة. فمن هنا بدأت الوزارة تفكر وتدخل ليه حل هذه الأزمة من خلال إن هي ده مش اسمه تطوير، تطوير معناه إن أنا أطور في المناهج، أغير فيها، أغير في أساليب التقويم، أغير في طرق التدريس، أغير في كذا، لكن اللي حصل بالفعل تعديل أو إعادة هيكلة في حدود المتاح. إيه اللي حصل يا فندم؟ بدأت الوزارة بشكل فوري ومفاجئ لينا كخبراء في التربية ولأولياء الأمور وكل المجتمع المصري إن هي تعمل تقليص في عدد المواد في كل مرحلة. إيه اللي حصل يا فندم؟ في أولى ثانوي كان عدد المواد 10 مواد، أصبحت حاليا 6 مواد، تانية ثانوي كانت 8 مواد بقت 6 مواد، تالتة ثانوي كان 7 مواد بقت 5 مواد، فده تخفيف شوية من الحمل اللي عليهم مش كده؟ تخفيف. طب هل مبدأ التخفيف ده وحش في الناحية التربوية؟ أنا شايف إن هو مبدأ كويس جدا، صحيح. لكن هنا لكن حط تحت 1000 خط، ماذا نخفف ولماذا نخفف؟ هنا هي لازم نبص بعين تربوية ونفسية المواد اللي احنا بنشيلها ايه هي وليه بنشيلها ولماذا. طيب، لكن ما احنا عايزين نعرف برضو من حضرتك ايه المواد اللي اتحذفت. تمام يا فندم. مثلا في سنة أولى ثانوي بقى عندي 6 مواد، ايه هما يا فندم؟ اللغة العربية الأولى، اللغة الأجنبية، تمام، بعد كده في التاريخ، في العلوم المتكاملة، في الرياضة، في فلسفة، كل فروع الرياضة ده طب مجموعة. ايه العلوم المتكاملة معلش؟ تمام، كل فروع الرياضة ده مجموعة، بنفس الشيء بالنسبة للعلوم المتكاملة هتشمل يا فندم الكيمياء والفيزياء والأحياء، تمام، والفلسفة والمنطق، فبالتالي كل تفريعات العلوم ضموها في كتاب واحد، كل تفريعات الرياضة ضموها في كتاب واحد، فأصبح المنهج مكون من 6 مقررات فقط. ده ليه مميزات بالنسبة للطالب هتكلم عليها. طيب، في الصف الثاني ثانوي إيه اللي حصل يا فندم؟ علم علوم بقى 6 مواد، ايه هما يا فندم؟ اللغه العربيه، اللغه الاجنبيه الاولى، الكيمياء، الفيزياء، الاحياء، الرياضيات. ده تمام، مدرس واحد بس هو اللي يعني اللي هيدرس الكيمياء والفيزياء لا والاحياء؟ يا فندم، كل واحد مدرس مختلف طبعا، خريج كيمياء بيدرس كيمياء. الاشكاليه هنا هترجع لي سنه اولى ثانوي اللي هي العلوم المتكامله اللي انا حدمج فيها الكيمياء والفيزياء، مين هيدرسها؟ هنا الوزاره لم توضح اليات التدريس، ففي بعض الاقاويل قالت اللي احنا يمكن في طريقتين، اللي احنا نخلي مدرسين واحد كيمياء واحد فيزياء يدرس الماده بالتناوب، كل واحد يدرس الجزء بتاعه، او اللي احنا نخلي مدرس واحد سواء بتاع كيمياء او فيزياء يدرس الماده ككل. طبعا لما انا ادمج بعمل ايه يا فندم؟ بخفف في عمق المواد اللي العلميه. طب ده وحش برضك ولا حلو؟ انا شايف ان هو كويس جدا. ليه يا فندم؟ طالب اللي هو داخل اولى ثانوي وعنده ميول ادبيه، ليه انا ارغمه اللي هو يدرس مواد تتعارض مع قدراته ومع ميوله بشكل عميق، يعني الكيمياء والفيزياء والاحياء، ليه الطالب الادبي اللي هو ميوله ادبيه ليه يدرسها بتفاصيل صعبه عليه ان هو يفهمها؟ فهنا من افضل تربويا اللي انا اديله مبادئ هذه العلوم اللي هي تخليه يستوعب هذه المبادئ. طيب، انا ابني عنده ميول علميه، طب ما كده هيتظلم؟ لا، مش هيتظلم. ليه بقى يا فندم؟ في الصف الثاني والثالث ثانوي هياخد الكيمياء والفيزياء والاحياء بالتفصيل، هتبقى فروع مستقله، فهيتعمق فيها زي ما هو عايز ايه يتعمق. ففي كل الاحوال انا هنا عملت نوع من التخفيف على الطلاب وعلى اولياء الامور من كذا ناحيه. اول حاجه من ناحيه الدروس الخصوصيه، قلت الدروس الخصوصيه بعد ما كانت 10 مواد بقت اصبح 6 مواد. تاني حاجه، قللت في عدد الكتب الخارجيه اللي بيشتريها الطالب، كان بيشتري 10 كتب، وخلي بال حضرتك في بعض المواد كنت تلاقي فيها كتابين، ما تعرفيش ازاي بقى بيحصل الكلام دوت، الطالب يروح يشتريهم، يروح بعد كده السنتر للمعلم الخاص اللي هو عامل كتاب لنفسه وعامل كتابه الخاص. ملازم، بيزنس كبير جدا على اولياء الامور. صحيح. طيب، ايه تاني يا فندم؟ من ناحيه بقى العقليه،
انا التعليم مش عمليه كم، مش معنى ان انا اخش المدرسه اخد كم معلومات واروح صحيح. البيت كواليتي مش كوانتيتي يعني بالظبط كده يا فندم. احنا عايزين بقى الجوده او كيف اكتر من الكم. احنا هنا بنشتغل على الكيف، رغم ان في ملاحظات على عمليه التعديل دي هنتكلم